السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي إخواني في هذه الحلقة تاع اليوم. هذه الحلقة اللي غنشاركو جميع واحد الطريقة يعني كنستعملها شخصيا، طريقة لتثبيت العطر على الجسم أطول مدة ممكنة. بالنسبة لهذه الطريقة هذه يمكن حتى للرجال أنهم يستعملوها، ماشي مشكل. بالنسبة لهذه الحلقة تاع اليوم، قبل ما نبدأ معكم أخواتي إخواني، كنتمنى من الناس اللي كيزورونا لأول مرة، كنتمنى منهم الاشتراك والضغط على زر الجرس للتوصل بوصفاتنا، وصفات جرب حكم بشكل يومي فضلا وليس بامر. بالنسبه لهذه الحلقه تاع اليوم، حبيت انا نشارك مع الاخوات والاخوان فكره رائعه اللي تحافظ لكم على العطر ديالكم، على الجسد ديالكم واحد المده طويله، اكثر من 24 ساعه. واخا تغسلوا مثلا، ديروا هذه الوصفه، هذه الطريقه هذه على اليدين ديالكم وتغسلوا اليدين ديالكم، كتشموا كتبقى الرائحه ديال العطر ديالكم مثبته على الجسم. طريقة بسيطة، غادي تاخدوا اي كريم كتستعملوا على الجسم ديالكم، ويمكن لكم تعملوا هذا الكريم هذا ديال الاطفال اللي معروف كريم الاطفال، فهو جد رائع. طريقة بسيطة، تبعوا معايا. غادي ناخذ الكريم ديالي اللي كنستعمل على البشرة ديالي، وغادي نوضعو، هو اللي غادي نوضعه هو الاول، وغادي نعملو على البشرة ديالي كيف ما كتشاهدوا بهذه الطريقة. هذه نديرو على المكان اللي بغيت انني يعني اللي كنستعمل فيه الريحه ديالي، على مثلا انا استعملته هكا حتى تا ما يبقاش يبان. ومن بعد غادي ناخذ العطر ديالي اللي كنستعمل، وغادي نرشو على المكان اللي حبيت انني يبقى فيه العطر بهذا الشكل. هذا ما كيبقاش يعني العطر المكان جاف بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشاهدوا. انا فقط وريتكم على اليدين ديالي، يمكن لكم تعملوه في اي طريقه في اي مكان حبيتوا. المهم انكم تعملوا الكريم اللي كتستعملوه في البيت ديالكم، ويمكن لكم اخواتي تعملوا هذا الكريم ديال الاطفال، فهو الرائحه ديالو جد رائعه. يمكن لكم تعملوا اي نوع كريم. بالنسبه للرجال حتى هما الكريم اللي كيستعملوه البشره ديالهم يستعملوه هو الاول، عاد يمكن لهم يستعملوا العطر ديالهم ويشاهدوا معنا النتيجه ويردوا عليا في التعليقات جزاكم الله خير. بالنسبه لي جرب الطريقه هذه من الاخوات ولا الاخوان، يرد علينا طريقه ويشاركها معنا باش الاخوات والاخوان يستافدوا. وكنتمنى منكم تعجبكم هذه الحلقه هذه وتعجبكم هذه الفكره وتجربوها وتردوا عليا النتائج في التعليقات. الا استعملتوها في اليدين فقط وغسلتوا اليدين ديالكم، غادي تشموا بان باقى الرائحه ديال العطر ديالكم سواء كان غالي او بسيط. المهم الفكره يعني تجربوها وتعجبكم. كنتمنى منكم انكم تجربوها، وكنتمنى ان الا كان هذا الفيديو كيستحق التشجيعات ديالكم ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم. مرحبا بكم دائما على قناتكم جربوا حكم، ودعواتكم دائما معايا، والى اللقاء في حلقه قادمه باذن المولى عز وجل.